السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نضبط حركة السلاح والسلاح يكون مضبوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات ليس فقط السلاح، المقرات، وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بالسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديدا باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل، بويا بويا وش بالفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدق حتى لو رئيس الوزراء. نبدأ اليوم، الموضوع سيكون عن استعراض قامت به الميليشيات يوم أمس في بغداد، استعراض نصرة، العنوان كان نصرة للقدس أو نصرة لفلسطين. من قام بهذه المظاهرات وبهذا التجمهر هم الأحزاب أو هي الأحزاب والميليشيات التي تحكم العراق والتي تدمر البلد منذ 18 عاما. من رفع هذه الشعارات التي تناصر بظاهرها الفلسطينيين هو نفس الذي قام بقتل وتهجير الفلسطينيين إبان الحرب الأهلية الطائفية في عام 2006 داخل العاصمة بغداد. سنتحدث بالتفاصيل بعد قليل ونسأل أسئلة كثيرة. اليوم الذين يتظاهرون من يسمون أنفسهم بفصائل المقاومة الموجودين في العراق اليوم، هؤلاء قاوموا من؟ هل قاوموا الاحتلال الأمريكي الموجود في العراق؟ هل وجهوا أسلحتهم صوب الكيان الصهيوني الذي يقتل أشقائنا في فلسطين يومياً، إن كان في غزة أو كان في أماكن أخرى، الضفة الغربية ورام الله وغيرها؟ هل ما يتحدث به هؤلاء الموجودون اليوم في العراق أنصار إيران، أذرع إيران، ميليشيات إيران، إن كانوا في العراق، في اليمن، في لبنان، في سوريا، هؤلاء الذين يتوعدون دائما بالصلاة في المسجد الأقصى وقادمون يا قدس وقادمون يا أقصى والطريق يبدأ من كربلاء، أين هم لغاية الآن من الكيان الصهيوني؟ هل أطلقوا رصاصة واحدة صوب الكيان الصهيوني وهم كانوا على مرمى حجر منه فعلا في سوريا أو في لبنان؟ هل قاموا بتوجيه أسلحتهم صوب الولايات المتحدة الأمريكية التي قاومت، التي احتلت العراق وهم كانوا يقولون بأنه نحن المقاومة؟ أين هؤلاء اليوم الذين يدعون أنهم مقاومة والذين يدعون أنهم مناصرون للفلسطينيين؟ أين هم اليوم؟ ونحن نرى الفلسطينيين يقتلون ويقصفون بشتى أنواع الأسلحة وهم لا يزالون يقولون نحن على أهبة الاستعداد وقادمون، متى سيتحركون؟ وسنتطرق إلى ما يفعلونه بالعراقيين يوميا وسنقارن، وأيضا بإمكان حضراتكم أن تشاركونا للإجابة على هذه التساؤلات. هل ما تفعله هذه الميليشيات في العراق من قتل وتهجير وانتهاكات، سفك دماء واغتيالات واختطاف، والعراقيون جميعا يعلمون ماذا تقوم هذه الميليشيات بفعله يوميا، هل هم جديرون بأن يحملوا صفة المقاومة أو أن يكون لهم أي مبرر أو أي شرعية بأن يكونوا ممثلين عن أي مقاومة وطنية شرعية تقاوم احتلال أو تحارب طغاة؟ ما الذي يقومون به إذن؟ ماذا يقومون بفعله بالعراقيين اليوم؟ اليوم نراهم يقتلون ويهجرون ويرتكبون انتهاكات كثيرة، فهل هم جديرون بأن يكونوا مقاومة؟ هل هم جديرون بأن يخرجوا يتظاهرون في الشوارع يقولون قادمون يا أقصى، نحن اليوم لنصرة الفلسطينيين نخرج؟ هل هم جديرون بهذا الشيء؟ هل لهم الأحقية أو الحق
بأن يخرجوا ويقولوا هذا الكلام أصلا في الشوارع وأيديهم ملطخة بدماء العراقيين؟ مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير الآن ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن اليوم نتساءل، قامت يوم أمس ميليشيات وأحزاب مقتدى الصدر وجماعة بدر وغيرهم من الأحزاب الذين يقولون بأنهم خرجوا في شوارع العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى نصرة لفلسطين المحتلة، هل هؤلاء اليوم الذين يتظاهرون لهم الحق بأن يقوموا بما يقومون به اليوم من تظاهرات نصرة لفلسطين وهم يقتلون العراقيين يوميا في الشوارع؟ هل هؤلاء الذين يخرجون رافعين شعارات قادمون يا أقصى ويرفضون أن يتم الاعتداء على المقدسات في فلسطين وهم يفجرون مساجد العراق ويعتدون على حرمات بيوت الله في العراق في كل المحافظات العراقية، هل لهم الحق بأن يخرجوا يرفعون هذه الشعارات؟ ألم تقم هذه الميليشيات بتهجير الفلسطينيين المهجرين أصلا في العراق؟ ألم تقم بعملية خطف واغتيال الفلسطينيين الموجودين في بغداد في 2006؟ ألم تقم هذه الميليشيات بتهجير العراقيين الموجودين، بقتل العراقيين في المحافظات المنكوبة، بالاعتداء على بيوت الله والمقدسات، باعتقال وخطف العراقيين وتنفيذ اغتيالات بمن يخرج ليحرر بلده من المحتل الأمريكي والإيراني؟ ألم يقتلوا الثوار في تشرين ويصفوهم بأبشع الأوصاف لأنهم خرجوا يطالبون بحق مشروع؟ الفلسطينيون أيضا يطالبون بحق مشروع، فحرام على العراقيين وحلال على غيرهم؟ هل ما تفعله هذه الميليشيات هو كلمة حق أو هو تصرف حق وعادل في أي قضية موجودة، إن كانت القضية الفلسطينية أو في العراق؟ لماذا يكيلون بمكيالين؟ لماذا كانوا يقتلون العراقيين ويتحدثون في برلمانهم عن مظلومية البحرين؟ لماذا يتحدثون عن مظلومية الفلسطينيين وهم يذيقون شعبهم أبشع أنواع وصور التعذيب والفساد والإجرام؟ هل هؤلاء فعلا مقاومة؟ هل هؤلاء فعلا يمكن أن يوصفوا بأنهم عرب ومسلمون؟ عندنا اتصال من محمد من الموصل، تفضل حياك الله. سيد محمد، نصي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. السيد محمد من الموصل موجود، نعم، بس صدى الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نصي صوت التلفزيون لو سمحت. ما عم يشتغل التلفزيون عندي. تفضل، مو كانك وصدى الصوت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي قول هنا اخر ما تظهرون الصح، ما يشيلون السلاح ويطلعون على فلسطين يحققوا بالبلد عراقيين، هم يشغلوا العراقيين. أقول يتخلوا على العراق، طبعا عليهم سيارة، لا قنام، لا لوري، لا ساحة، لا سوق قنام، لا سيارات، كلها لأبوهم خير ما يتغير. جبن إسرائيل أبو الحية، هذا الصدر إيه السلاح يطلع على لبنان أخير ما يكتب العراقيين. نعم. خلوا ولدنا وزلمنا ما نعرف والله اللي يزعل. نعم. راح جسمنا وين؟ هذا رجع من بس عشرات كذب من الاعتراف على فلسطين. احنا كنا مفروض اقوم على فلسطين، كنا مفروض اقوم، بس لا تنشك سينا. نعم. هذا استفاد ان شاء الله عقربه، هذا جامع احد، هذا المستحق حتى تظهر هنا.
تدمرت. نعم. خلصت العراق، قام خليلي الخليلي امام سلف ورئيس الجمهوريه بس يوقعون، بسبب المواصل المغالاه تحتهم يوقعون. نعم. ديروا بالكم، البارحه البارحه يجيبوا لك سجناء. اي. يجيبوا لك سجناء. من البيجي. يقتلون يقتلون الباجي يقولوا له رد واحد. نعم. نعم. هذا وين صار هذا القرار؟ سيد محمد، سيد محمد، اليوم هم دا يقولون احنا مقاومه واحنا ضد الامريكان وضد الصهاينه، هو منو اللي جابهم للعراق اصلا؟ منو اللي جابهم وخلاهم اليوم يحكمون العراقيين؟ هم جابوهم الامريكان وجابتهم اسرائيل وبريطانيا، جابتهم سلمتنا شهر الغنم. نعم. سلمونا. نعم. هذول غضبوها حما وقش حتى خديده غضبوها من بيجي جابوها قنيمها وبيوتنا وسياراتنا ومامنا وولدنا خلاص تسعين على الحصير وحياتنا وينها نور المالكي. اشتغل خوش شغله، اشتغل خوش شغله هو ما تبغى هسه 60 على السنه وطلعوا وسع يريدوا يردون. طيب. وين وهل اخويا الحكي اكدت على الشارع هذا الحكومه شرع قلع. نعم. سيد محمد من الموصل انا اشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك. السؤال يبدا باول ما وطأت اقدام هؤلاء الذين يحكمون العراق من 2003 لغايه اليوم ارض العراق. من اللي جاء بهم الى العراق؟ من الذي جاء بهذه الاحزاب اللي اليوم تقول بأنه إحنا مقاومة وإحنا ضد الأمريكان وإحنا ضد الصهاينة وما يفعلونه الصهاينة بالفلسطينيين وما يفعلونه بالعرب والمسلمين وما تفعله الولايات المتحدة بالعرب والمسلمين؟ من الذي جاء بهم إلى العراق؟ من الذي فتح لهم أبواب العراق لكي يدخلوا ويحكموا فيه؟ من اللي اعطاهم الفرصة أنهم يجون ويصير عندهم سلاح ويصير عندهم مال؟ أليس الاحتلال الأمريكي؟ أليس الكيان الصهيوني الذي كان متحالفا مع كل قوى الشر ضد العراق؟ أليس الاحتلال البريطاني الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني وكل دول كثيرة طبعا شاركت مع هذا التحالف ضد العراق؟ ألم تكن النتيجة أن يأتي الاحتلال بهذه الأحزاب التي نراها تحكم اليوم صار لها 18 سنة وتقول بأنه هي أحزاب إسلامية ومقاومة؟ ألم تكن هي نتيجة احتلال؟ ألم تكن هي الخلاصة من هذا الاحتلال أنه جاءوا بهذه المجموعة التي تحكم العراق اليوم؟ فلماذا يتحدثون إذن اليوم عن المقاومة وعن محاربتهم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وهم حتى هذه اللحظة فعليا ما رفعوا أسلحتهم ووجهوها تجاه الكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة؟ مجرد وعود وشعارات مرفوعة صار لها سنين بقادمون يا أقصى وقادمون يا فلسطين، ومثل حسن نصر الله يقول إحنا وفلسطين على مرمى حجر، صار لهم مرمى حجر يقولون بها هاي صار لها سنين. أين أنتم إذن لغاية هذه اللحظة من فلسطين ومن ما يحدث في غزة وفي الضفة وفي فلسطين المحتلة بشكل عام؟ عندنا اتصال أبو عمر من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون استاذ؟ شلون عبيد؟ حياك الله، اهلا وسهلا. الجانب مال فلسطين ما ادري ايش اقول لك عليه، ما اعرف ايش اعبر عليه، ما ادري. رايك؟ اعطيني رايك. رايي والله رايي شلون عبيد، يعني كلهم جبناء ولا واحد فيهم لا تسوى. نعم. ايه؟ هاي الامه العربيه والمؤتمر الاسلامي امريكا اليوم كبير اسرائيلي من شوفه مجلس الامن. شوف ابو عمر، حنتفق ونختلف. حنتفق ونختلف انا وانت بقضايا كثيره متعلقه بخارج بما هو خارج العراق، لكن اليوم عندي القضيه مالتي اليوم هو موضوع استعراض الميليشيات البارحه والمظاهرات اللي صارت تجمهر من انصار مقتدى الصدر وغيره من الاحزاب في بغداد وفي محافظات اخرى نصره لفلسطين وضد الصهاينه. اليوم ذولا بس اسمح لي اريد اسال حضرتك، اليوم ذولا الموجودين بالعراق ايش قدموا للعراقيين
وشلون تعاملوا مع العراقيين كبشر حتى يخرجون مناصرين لمظلومين في بلدان أخرى؟ والله عشان كل هذا كذب كذب. هذا من مسلمة العراق ما حجيب التعيبة قتل بالعراقيين وتلبوا أموال العراق دمروا العراق العملية السياسية اللي جابتها نعم هاي العملية السياسية اللي جابتها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية نعم ننتبه طيب العملية هو العراق كان قلب الأمة العربية نعم هسه العراق لحد يضيبها وصراعات والدليل على ذلك هو شوف الشعب العراق لا مصانع لا غير لا جرى نعم نعم كل شيء لا كهرباء نعم وقالت ال يعني ما محققين يعني ما محققين الشعب هم ادنى مقومات الحياه الكريمه والمعيشه وطالعين وطالعين يدافعون عن مظلوميه ناس اخرين لا مستوصف ولا مستشفى ابو خير نعم ولا شارع ولا غير ولا تحدد الحدائق يقولوا شو يسووا على اليوم ما نعم نعم رقم خرابه نعم ابو عمر انا اشكرك من الفلوجه حبيبي اشكرك ابو عمر. مشاهدينا الكرام الكلام واضح طبعا بخصوص قضية مناصرة القضية الفلسطينية حتى لا يفهم الموضوع بشكل خاطئ. ما يحدث في العراق لمن لا يعلم أن العراق مستباح من بلدان كثيرة من دول كثيرة والميليشيات الموجودة في العراق اليوم التي ترفع شعارات وطنية وشعارات دينية وشعارات يعني اللي ينظر إليها يعتقد أن هؤلاء قضيتهم قضية حق، لكن في النهاية يرى المواطن العراقي المسحوق، يرى المواطن العراقي الذي يعاني من بطش الميليشيات، يعاني من بطش الأحزاب، نفس الأحزاب والميليشيات التي ترفع هذه الشعارات الطاهرة النقية بمظهرها بصورتها، لكن في واقعها في التطبيق لا يوجد تطبيق على الأرض، يوجد إجرام وانتهاكات. هذا كلام من في العراق. وبالتالي نحن اليوم لسنا ضد أن يناصر أحد القضية الفلسطينية، لكن أن يكون جديرا بأن يناصر هذه القضية، أن يكون على حق فعلا لكي يكون جدير بأنه هو من المؤيدين من المدافعين عن الحق ضد الظلم، ولا أن يكون ظالما يتشدق ببعض الشعارات وبعض المصطلحات. عندنا أبو محمد من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي عن الميليشيات الذي تدعي مقاومه اي مقاومه اي مقاومه اي المقاومه على من المقاومه؟ هم الميليشيات كلها عصابات المقاومه الحرام هم قبل هالايام هذه الجهات هم غير الدبابات هم قاتلوا العراقيين نعم هاي عصابات اين المقاومه؟ من يقام للاحتلال؟ المقاومه اقام الاحتلال كلهم في السجون نعم من الشيخ حارث الظاهر رحمه الله وغيره 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 كانوا يطالبون من يطالب الشعب؟ نعم من يطالب؟ هيئة علماء المسلمين الصحيح خارج العراق ما يقدر احد يطالب من يطالب؟ نعم هجروا السنة وقتلوا السنة هجروا المقاومة الصحيحة من هم المقاومة؟ نعم أبو محمد أريد أسألك هم اليوم يتظاهرون أو الأمس ظاهروا نصرة لفلسطين في حين لما طلع المواطن العراقي يتظاهر لبلده نصرة لبلد المظلوم نصرة لأبناء شعب المسحوقين هذه الأحزاب قتلته اعتقلته اغتالته وخطفته شنو هذا التناقض بتصرفاتهم من باب يريدون ينصرون المظلوم من باب لما يطلع المظلوم في بلدهم وينتقدهم يقتلوه يقولون عليه هذا داعشي وبعثي استاذ هاي ميليشيات ايرانيه هاي ميليشيات الشعب العراقي من الشيعة العرب من كافه اطياف العرب العراقيين ما يقبلون احد ينساهم هذول يريدون بس ميليشيات امر ايران ايران ما ياخذون اوامر من ايران يقتلون اي واحد من الشعب العراقي هذه مال بعث مال داعش السكينه العراقيه انترست بالوهام البعث راح البعث اوهام داعش نعم. يعني ما حد يقدر يحكي أستعينه اللي يحكي داعشي اللي يتكلم بعدي اللي يتكلم يعني
أي 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 هم ميليشيات. نعم. ميليشيات. يلا أسامو يقول إحنا نقاتل نقول إحنا. أي. خلي يلا خلي يروح يقاتلون هيا الجولان يوم سوريا هم طريق إيران فاتحة من عندنا. نعم. على حدود سوريا على حدود لبنان هيا لبنان يوم خلي يضربوا صاروخ واحد خلي يضربوا صاروخ واحد. أبو محمد البيان خرج بيان البارحة بس أريد منك تنص صوت التلفزيون أولا خرج بيان البارحة من الأنصار مقتدى الصدر في جملة من نص البيان يقولون نحن رهن الإشارة حتى نتحرك ونقاوم ونضرب الكيان الصهيوني منتظرين إشارة منه إذا هم فعلا جبهة مقاومة هسا احنا دا نشوف المقاومة في غزة دا تضرب وما انتظرت أحد ما انتظرت أنه يكون اكو تحالف ويا الضفة مثلا ويا حركة فتح أو غيرها بلشت تضرب وردت لكن هم ومقطع سابق لمقتدى الصدر يقول أنا ما أقدر أجاوب سأل صحفي قال له شو وقت تضربون وشو وقت تتحركون قال له أنا ما أقدر أجاوب أنتظر نتفق أنا وباقي الفصائل ونشوف حتى بعدين أكون أنا أول جندي هم ينتظرون إشارة منه الفصائل المقاومة إذا فعلا مقاومة تنتظر منه يحركها هم ينتظرون خاملي من إيران يقولون أضربوا قبل هذا اليوم كانت المقاومة العراقية ما تنتظر أحد المقاومة العراقية من كانت تضرب أمريكان ما تنتظر أحد كانت تضرب مباشر نعم كان الله يرحم شيخ حافظ الظفاري وغيره وغيره من أبطال العراق كانوا يحكون مباشر ما يخافون نعم يعني هم يعني يقولون ما خلي يضربون السح خلي يضربون حزب الله بلبنان بسوريا بغيره خلي يضرب صاروخ نعم. واحد هم يدعون مقاومة هجروا السنة شتوا كافت حتى الشيعة العرب اخوان نعم. الشيعة العرب هجروهم وشتلوهم لازم نعم. حد يحكي نعم أنا أشكرك أبو محمد من الموصل خلينا ننطي مجال لبقية الإخوة المشاركين نسمع رأيهم أسامة من كركوك تفضل يا أسامة حياك الله مساء الخير أستاذ مساء النور أهلا وسهلا ممكن المشاركة؟ أي تفضل أنت على الهواء مباشرة لا تفضلك يعني بالنسبة للموضوع أي أول مرة أقول تحية 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 خالصة من الجريح المذبوح على يد وطمة عارب جبين الدول العربية اللي محرص وساقا تجاه أخوانكم تجاه الأقصى المبارك وطمة عارب جبين كلها الأحزاب العراقية اللي تحكمها تدعي المقاومة هم كذابين محمد نعم بس هم ديبنهم هم ديول لتحرير أمريكا أنت تريد من ذلك يحركون الجيوش والكتاب الإسرائيلي نعم محمد دول كذابين أنت نعم. سمعان بالقصة الكبيرة أصليها قصة إيراني هي كيان صهيوني إيراني إيران الإسلامية تدعى المقاومة نعم مثلا يضحكون على بسطاء الناس يجيشونهم يجيشونهم مو للخير يجيشونهم مصالحهم نعم أتح فلسطين جعلت تحترق يلا إما يجيشون الجيش شنتظر أما تقول تولاك المتصل يقول مختدر هم هذا سلاحهم هم فصائل مسلحة سلاحهم هذا شنو هدفه موجه لمن يستخدم ضد منه إذا هم فصائل مقاومة وفصائل المفروض حسب ما هي مشكلة أنه هي تحارب الأعداء تقاوم الاحتلال والمفروض هي مثل ما إيران مسويتهم هم جنود حتى يحررون فلسطين هاي المفروض وينهم في اللحظات الحاسمة في اللحظات الحرجة وينهم سيد أسامة فقدنا الاتصال خرجوا يتظاهرون ضد تهجير الفلسطينيين من ضمن الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الخروج الأحزاب طبعا والميليشيات إلى الخروج يوم أمس أنه الفلسطينيين يتعرضون إلى التهجير نعم هي حقيقة موجودة على الأرض لكن ماذا عن العراقيين الذين يهجرون؟ ماذا عن من هجر على يد هذه الأحزاب؟ أنا المتحدث واحد من الناس الذين تم تهجيري على يد مقتدى الصدر من بغداد أنا عراقي مهجر وغير الكثير نحن هجرنا على يد هذه الأحزاب وهذه الميليشيات هم يتحدثون ويخرجون يقولون بأنه نحن ضد تهجير الفلسطينيين ونحن مناصرون لهم ماذا عن العراقيين الذين قتلتموهم وهجرتموهم في داخل بلدهم؟ عندنا مصطفى من الناصرية تفضل السيد أبو ياسين من ديالة
حياك الله محمد. اهلا وسهلا. حياك الله محترمين. الله يسلمك حياك. اخ محمد هم اليوم عندهم ضربات على حمام العلي مثال التحالف الدولي. نعم. هذول الصحفيين هذول يسمون نفسهم مقاومين. هم اللي اعتربوا على احتلال صليبي على غزو العراق، اي مقاومه اي فلسطين. نعم. ما تتذاكروا شفت الصور لابطال الثوار في فلسطين مثل ما شفنا الحوثي وقاسم سليماني ونصر الله، وما شفناكم رفعت العلم العراقي. نعم. العلم الفلسطيني شفنا العلم الايراني. حشودكم جيوشكم فصائلكم ميليشياتكم النظام السابق نظام التاريخ 39 صاروخ، ايران ما ضربت اسرائيل صاروخ واحد ولا اي دوله عربيه ولا اي دوله الحكام. هذا العامري واتباع التعليقات كنا مع الايرانيين. هذا الموضوع لا ينكر. جامع النور اللي فجروا اللي كان انبنى فيه عاد القائد البطل صلاح الدين الايوبي اللي بتاع فلسطين، هذا كله خادع وكذب. بالايام الصافيه في يوم 1 اكثر من 190 امام جامع، فجروا اكثر من 300 جامع بس ببغداد. يعني اي قدس تدافعون اي 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 كذب هذا؟ هو انتم قتلت الدين، انتم قتلت الاسلام، مسلمت الاسلام. وانت ناصرت الصليبين على المسلمين. كم مسجد وبيت مقدس من بيوت الله تم تفجيرها وتدميرها في المحافظات المنكوبة على يد هذه الميليشيات الحشد وغيره؟ يعني في لقطة مشهورة من المقاطع الموجودة التي توثق تفجيرهم للمساجد في بيجي في صلاح الدين وهم يتفاخرون بعد أن فجر جزء من المسجد أصروا على استكمال التفجير حتى تم تفجيره بشكل كامل، يريدون بعد وبعد يقولون بالمقطع. هؤلاء الذين يرفعون شعارات دينية لكن على أرض الواقع وفي الحقيقة هل يطبقون شيء من هذه التعاليم الدينية؟ هل حموا المسلمين في داخل العراق وبيوت الله من التدمير ومن الانتهاكات؟ من اللي فجر منارة الحدباء بالصورة اللي شفناها أمام الجميع ومساجد كثيرة، إن كان بديالة، إن كان في صلاح الدين، في الأنبار، في نينوى وغيرها؟ أكثر من 1000 جامع فجروا وتراقصون تراقصون بلادكم على 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 في حرم الجوامع. نعم. مصاعد خرقوها، أئمة الجوامع قتلوها، ويفجروا سهيا زهراء. هذول ناس كذابين، هذول ناس معتادين. وشوف العنوان المقتدى، هذا الطازي، هذا المجرم، ايش قتل من العراقيين؟ يعني من المعقول العراقيين بسرعه ينسون؟ ما ينسون الشعب ما يصدق ادلكم الله يسامحك مع السلف العراقيين الابرياء. وهاي الجامع فجرها مقتدى، وهاي السجون السريه، ولا هم يتحدثون عن المقاومه محمد، ما هي السجون تغص بالابطال المقاومين اللي واجهوا الاحتلال، اللي صار 18 سنه بالسجون، ولا تعذبوهم عوالم كانت بالشوارع، والله شنو مواجهه الاحتلال؟ اي احتلال انتم عم تتحدثون عنه؟ عم الاحتلال تقاوموا الشعب، قتلت الشعب، قتلت الثوار، ما خليتوا حتى النساء قتلتوها، حتى الاطفال قتلتوها، وهذا التجويع وهذا الحرب الطائفي وهذه السجون السريه وهذه السجون العليا، انتم شنو علاقتكم بفلسطين؟ فلسطين لها عنها، فلسطين ازلمه، كان العراق الاول الداعمين للقضيه الفلسطينيه، يعني هذا الكلام اللي نتحدث احنا من موضوع من تاريخنا من واقعنا. عملتوا ما عندكم اي علاقه بفلسطين. نعم. سيد ابو ياسين انا اشكرك من دياله، شكرا للمشاركه. عندنا رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول تحية طيبة أستاذ محمد، لقد علمتنا الحياة أن الجبناء هم فقط من يجعجعون ويتوعدون، أما الشجعان والرجال فإنهم يفعلون ولا يقولون ولا يثرثرون. هؤلاء جل مقاومتهم هي بالإعلام وبالأعلام وبدوس الإعلام وبالسيارات وقتل أبناء السنة وثوار تشرين وأهلنا العرب في سوريا واليمن ولبنان. تحياتي. يخرجون بسيارات أمريكية وبسلاح أمريكي يدوسون على أعلام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ويحرقونها، لكن في الواقع جاءوا إلى العراق بفضل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ويحكمون العراق اليوم بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء مقاومة من ويقاتلون من؟ طبعا عندنا رسائل سنقراها بعد قليل، بس عندنا اتصال. السيد عمار من واسطة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم يا ابا؟ حياك الله، اهلا وسهلا. يا بتم برنامجكم اليوم موضوعكم تحكون عن القضية الفلسطينية. اليوم احنا مو بس القضية الفلسطينية، اليوم نتكلم عن اللي يتظاهرون من الأحزاب والميليشيات
يناصرون القضية الفلسطينية وهم مدمرين بلدهم بالداخل. اي بالضبط، انا اتفق معك على هالشيء. شنو رايك باللي دي يصير؟ هل هم فعلا ذولا جهات مقاومه؟ طيب اذا كانوا هم مقاومه فعلا، ليش دا يسوون هيك بالعراق؟ ليش دا يقتلون العراقيين؟ ليش ما دا يقتلون الصهاينه؟ ليش ما يروحون يحاربون؟ استاذي هذا اعلام، كله اعلام وكذب ونفاق ودجل. نعم. بس احنا ما نسال، احنا ما نعتب على الاحزاب، احنا ليش ما نعتب على احد قادة الدول العربية؟ يعني سوت القضية الفلسطينية، سوت القضية العراقية. سيد عمار شوف، بالقضية بالقضية خارج العراق إن كان عرب أو غير العرب، هذا الموضوع حندخل به باتفاق واختلاف بوجهات النظر لأنه الموضوع شائك وقديم. لكن احنا عدنا من 2003 لغاية اليوم، خلينا بالداخل العراقي لأنه الموضوع مالتنا اليوم هو هذا. من 2003 لغاية اليوم جاءت أحزاب إسلامية رافعة شعار الإسلامية وميليشيات ترفع شعارات دينية وطائفية تقول بأنه احنا موجودين لنصرة المقدسات، لنصرة بيوت الله. طيب المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات منذ فترات طويلة، بدل ما يروحون ينصرون الفلسطينيين فعلا في فلسطين ويقاتلون الكيان الصهيوني، هم موجودين في سوريا في اليمن في لبنان وفي العراق، لا يروحون للمحافظات الغربية ويروحون للوسط وجنوب العراق، يعتدون على المسلمين، يفجرون المساجد، يحرقون بيوت الله ويهجرون الناس. ذولا شنو التناقض اللي بتصرفاتهم؟ من باب ينصرون طبعا انقطع السيد عمار، من باب ينصرون يقولون بأنهم ينصرون المقدسات والمسلمين، ومن باب آخر يعتدون على المقدسات والمسلمين في العراق. السيدة أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة هذول اللي دا يدعون بالمقاومة ويدعون بالأنصار ويدعون هم يريدون يحررون فلسطين، هم نفسهم المجرمين. شو يحررون؟ هم يحررون الناس اللي بلدهم. نعم. اللي هم بالسجون، اللي هذا خاصة مقتضى الصدر، شقد قتل، شقد نهب، شقد سلب، والحكيم وهادي العامري وكل هذول اللي اجوا ويا الدبابات الأمريكية كلهم قتلة. فلماذا هم هسه يدعون بنصروا بلدكم أول مرة؟ شوفوا بلدكم شنو من سويتوا بيها. نعم. حسنتوا بيها حتى تنظرون هسه إلى فلسطين. فلسطين ما تريد الشكولات، فلسطين تريد ناس شرفاء مصدق. نعم. فلسطين تريد ناس مقاومة مصدق، مو ناس قتلة. انتوا ناس قتلة، انتوا ناس اجيتوا على الدبابة الامريكية، وانتوا جابتكم ايران واسرائيل، فانتوا هسه تدافعون على غزة وتردون تضربون اسرائيل. هذا كله نفاق وكذب، لانه احنا من 2003 الى هسه ما شفنا حياة حلوة ولا شفنا صدق، كلمة صدق من اي قائد قاد هذا البلد. لا دولة في العراق. سيدة أم أزهار أريد أسأل حضرتك، اليوم يريدون تتحرر فلسطين، لكن هم عندهم في داخل العراق محتلين، هم نفسهم محتلين مناطق في العراق. يعني جرف الصخر اللي دي يسووها قضية مهمشة، وناسها وأبنائها مهجرون من 7 سنوات، وهم لغاية اليوم ولا واحد موجود بيهم من هذه الأحزاب قدر يحررها، مدينة صغيرة في العراق وغيرها من مناطق أخرى محتلة من قبل هذه الميليشيات. ذولا يريدون يضحكون على منو؟ يريدون يقنعون منو؟ لا رفعوا طلقة ولا سلاح ضد الأمريكان ولا ضد الصهاينة، سلاحهم هذا وأموالهم موجهة ضد منو؟ هم يردون يضحكون على العقل العراقي. العقل العراقي صار ناضج، ما ينضحك عليه. نعم. ما ينضحك عليه. إيه هم صدق إذا يبدون يحررون خيحررون جرف الصخر، خيحررون الموصل، يبنوها اللي عدموها. نعم. خلي هاي المناطق المهجرة، خلي هالفقراء الناس اللي تموت من الجوع، الشباب القاعدة على الشوارع. نعم. هالناس اللي عندها شهادات قطعينهم،
ناس كذابين هذول، ناس حقراء اجوا يهدمون ما يبنون، هذول ناس ما حد يثق بهم بعد، ما حد يحترمهم، هم يهتمون نفسهم بنفسهم، مقيمين نفسهم بنفسهم، ما حد يحترمهم لا داخل العراق ولا خارج العراق. حتى الدول الاوروبيه والدول العربيه مقابل تحتقرهم. طيب. لان الناس حقراء هذول. انا اشكرك، بس اجوا على وجه. اشكرك سيده ام زهراء، ام ازهار من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. يسأل البعض يقول انه يريدون ينصرون غزة المحاصرة منذ سنين، اللي ما بيها كهرباء، اللي ما بيها مياه، اللي محاربة، اللي تقصف، وهم مناطقهم مثلا مدينة الصدر في بغداد، عرضنا مقاطع كثيرة وحضراتكم شفتوها في فصل الشتاء ومع زخات المطر البسيطة، كيف ان هذه المناطق فاضت وغرقت، وكيف ان لا توجد فيها كهرباء، وكيف أن مقتدى الصدر الذي تظاهر يوم أمس مسيطر على وزارة الصحة، وشفتوا مستشفى ابن الخطيب، وشفتوا البلاوي في قطاع الصحة الموجود في العراق، ومقتدى الصدر هو الذي يتحكم بوزارة الكهرباء. أين الكهرباء في العراق؟ مقتدى الصدر كان من أبرز ربما اللي تظاهروا أو كانوا دفعوا أنصارهم للتظاهر يوم أمس نصرة لفلسطين، هذا الشعر اللي كان مرفوع، لكن هو يحكم العراق وقالها بلسان واضح ومباشر بأنه لولاه لما تشكلت أي من الحكومات التي يراها العراقيون أو رآها سابقا من 2003 أو من 2005 تحديدا لغاية حكومة مصطفى الكاظمي، لولا مقتدى الصدر كما هو يقول لما تشكلت هذه الحكومات. هذه الحكومات التي كان له نصيب كبير من البرلمانيين والوزراء فيها، ما الذي قدمه للعراقيين؟ هل حماهم من بطش الميليشيات؟ ألم تكن القبعات الزرق وميليشيات سرايا السلام وجيش المهدي أدوات قاتلة موجهة ضد العراقيين؟ ألم تقمع العراقيين؟ ألم تتهمهم زورا وبهتانا؟ ألم تعتدي عليهم في ساحات التظاهر بالناصرية في البصرة وفي بغداد؟ عندنا اتصال. السيدة أم صفاء من كركوك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الميليشيات ما تروح تقاتل فلسطين. ليش؟ هي تقتل الشعب العراقي، الشعب العراقي ينحره وتأخذ الواليد، تقتل المتظاهرين، تقتل الفاين حرها، تخطف، تسجين، تذبح. نعم. بس احنا دولة ما عندنا. نعم. احنا شعب طاين حظه ودولة ماكو، وهذا طفوا والدنا واخفوهم وما نعرف وين حل الدهر بيهم. مين خطفوهم؟ من الشات هذه يعني شنو؟ مين خطفوهم ابنائك؟ خطفوهم من كركوك. من هم اللي خطفهم؟ خطفتهم اللي الاسايش. الاسايش. الأسايش أخذوه من كركوك. نعم. والله أنا ابني طفوه من كركوك، اليوم صار له 5 سنين ما خليت مكان، ما دورت. نعم. عليه ماكو. نعم. يعني إحنا شنو؟ ليش ما يحررون دول الفصائل؟ ليش ما يحررون ابنك؟ وهم يقولون إحنا محررين، إحنا ضد الظلم. إحنا يحررون هم إيرانيين، شو يحررون؟ هم جو قتلنا، ذبحنا. نعم. سرقتنا. جو الموتنا هم ما قدروا يحررون. نعم. هم ما قدروا يحررون. سيدة أم صفاء أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت رسالتك وفكرتك طبعا. عندنا أبو فاطمة من النجف، تفضل حياك الله. الله بحييك سعد محمد، تحية لك أخي الكريم. أهلا وسهلا. كافة الأخوة. الله يسلمك. بالنسبة لهذا الموضوع يعني اللي نعم. مزيد من الصور التي يعني تقدم هذه الميليشيات لتزداد سوادا وتزداد قبحا. نعم. عند الشعب العراقي حتى الوطن العربي وغيره. نعم. بعد أن تلطخت سمعة المجرم مقتدى الصدر وميليشيته نعم في العراق بقتل. نعم. الناس في النجف وكربلاء والناصرية وحتى في بغداد عفوا، فيريد من خلال هذه الأحداث التي ظهرت يعني معروفة. يعني كيف. نعم. إيران دفعت وورطت حماس في هذه
الأحداث، يريد أن يظهر مرة ثانية أمام الناس لأنه هو يعني يزايد على القدس ويزايد تحرير القدس. أخي محمد في ساحة التحرير، لحظة بس أكو نقطة. نعم، ما أختلف وياك بقضية حماس وموضوع نعم. وموضوع إيران ورطتها ودفعتها، لأنه إيران موجودة أو غير موجودة هي قضية بلدهم وهم يدافعون عن بلدهم بغض النظر أكو اتفاق أو اختلاف بوجهات النظر. هناك دعم من إيران لحركة حماس، نعم هذا الشيء موجود، لكن هم يقاتلون لأنه إيران دفعتهم، لا وإلا لتوجهت صواريخ إسرائيل صوب إيران لو كانت فعلا هي محرك من المحركين. لكن من يقاتل اليوم في فلسطين يقاتل ضد عدو معروف منذ سنين يا أبو فاطمة. نعم أنا أحترم وجهة نظرك أخي محمد، أنا أحترم وجهة نظرك، لكن معروف أنه إيران لا تدفع إلا أن لنشر التشيع الصفوي والائتمار بأوامرها. طيب أيضا حتى لا ندخل بهذه القضية الجدلية لأنه حنختلف بوجهات النظر أنا وحضرتك، خلينا باللي دي يصير داخل العراق اليوم. اليوم ذول الموجودين يقولون إحنا فصائل مقاومة وإحنا فصائل إسلامية وإحنا ندافع عن المقدسات وعن المظلومين. ما الذي نعم. حققوه من شعاراتهم ومن أفكارهم ومن عناوينهم التي يرفعونها داخل العراق أولا قبل أن يكون يحققونه خارج العراق؟ نعم أخي صحيح، وتاريخ ميليشيا الجيش المهدي معروف كيف تم قتل المئات من الفلسطينيين في الفلسطينيين في البلديات وكذلك في الحبيبية، إضافة إلى قلع عيون أحد الموظفين في السفارة الفلسطينية وقصف السفارة إلى آخره. يعني تاريخهم ملطخ بالجرائم بالنسبة للفلسطينيين. ثم أنا أريد أعرف تحرير فلسطين في 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 ساحة التحرير لو في الكرادة لو وين؟ اذهبوا طبعا يعني طبعا احنا نقول سيد ابو فاطمه لما يطلعون المواطنين العزل السلميين اللي يتظاهرون في بلاد العالم كلها نصرة لقضية فلسطين، هذا مواطن أعزل بلا سلاح يخرج ليتظاهر، هذا حق مشروع. لكن لما تكون أنت صاحب سلاح وتحمل شعار أنك مقاوم، فماذا كيف تفسر قضية أنه أنت تطلع بمظاهرات اشتركت للمقاومين المفروض اللي هم يحملون السلاح على الجبهات؟ أخي هو تكلم في المؤتمر الصحفي، هو غالي يقول لو يعني معروف كلامه الفصائل الأخرى إذا تريد أن تذهب فأني أول واحد. أي. طيب لماذا أنت تضع الحمل على الآخرين؟ اذهب أنت بنفسك يعني. نعم. بادر. احنا معروف حتى من المجاهدين المعروفين العمر المختار كان يقاتل رحمه الله في الصفوف الأمامية. نعم. يقاتل آخر رمق، فلو كان عنده ذرة من الغيرة وذرة من الشجاعة ما يتكلم هذا الكلام يعني المضحك أمام الناس. نعم. هذا أخي هذه لمجرد لدعاية انتخابية ودعاية لإعادة الصورة القبيحة وتجميلها أمام الناس، هذا لا ينطلي على أي عراقي. الإجرام هذه الميليشيات أخي، ميليشيا المقتدى الصدر ما زالت مسيطرة على المشهد السياسي والمشهد أيضا الاجتماعي. نعم. والأمر واضح، الدولة لا وجود للدولة، لا وجود للشرطة للأمن لل طيب. أي يعني الإنسان عايش في العراق على كف عفريت لا يدري لا يعرف هل يستطيع أن يخرج ويرجع إلى بيته، الأمور غامضة في العراق. أبو فاطمة أنا أشكرك شكرا جزيلا. عندنا السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء حياك الله. السيد أبو شيماء من بغداد موجود؟ أبو شيماء موجود؟ أبو شيماء تسمعني؟ أبو شيماء تشيكوا شباب الخط، فقدنا الاتصال ويا أبو شيماء، خلي يعاود الاتصال. أبو أحمد من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، اهلا وسهلا يا ابو احمد. الله يبارك فيك. الله الله يسلمك. اخي والله احنا الحمد لله كثير مثال اللي قاعد يصير في فلسطين، يعني شوف يعني يقتلون يعني على شيء يعني كاننا يعني اي شيء لا بيش بس يعني اصوات صارت في مقاطع اصوات لحوم بيهم
يعني يا اخي وين وين الحكام العرب هذول الحج السامع اللي بس قاعدين يصير في الدين وين موجود وينهم؟ رايك باللي يصير بالعراق، رايك باللي يصير بالعراق واللي اليوم يطلعون المسببين لكل الانتهاكات والمآسي الموجوده بالعراق يقول لك احنا ندافع عن المظلوم، وينهم عن المظلومين الموجودين بالعراق اليوم؟ اخي انت تبحث عن اطلع ما تفتح بس تحط شو ايش عادي؟ هذا الكلام نعم يعني انت تشوفه يعني فلسطين ايش فيها يعني 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يسوى واحد في يعني اخذ انا اشتغل الله يرحمه 90 طرف بلد خلي واحد طرف واحد طيب يعني شو نعم سيد ابو احمد من الموصل انا اشكرك للمشاركه شكرا جزيلا. عندنا رساله من سلطان محمد عبد قاسم من اليمن يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاحرار، يرفعون شعارات لنصره فلسطين لكنهم ظالمين للشعب العراقي، هؤلاء الميليشيات الإجرامية الطائفية والأحزاب المصطنعة التابعة لإيران لأمريكا يرفعون شعارات كلمة حق يراد بها باطل، في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب للشعب العراقي. شكرا جزيلا يا سيد سلطان من اليمن، وأنتم أيضا في اليمن مبتلون بنفس المأساة، حوثيون يقتلون بكم وإيران التي تدفعهم وتمولهم ويرفعون شعارات قادمون يا أقصى وفلسطين منهم براء حقيقة. أبو شيماء من بغداد تفضل. أبو شيماء السيد أبو شيماء ما موجود. عندنا أبو حسام من بغداد تفضل يا أبو حسام. أبو حسام من بغداد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله هاي القضية الفلسطينية العراقيين تعرفون بمجدهم وبتصرفهم ويا قضية فلسطين من زمن صدام قبلها بكثير جريد. قبلها بكثير نعم فالعراقيين طيب معروفين بهذا الصيت. اي أبو حسام أنا أعتذر منك الوقت لين انتهى، باختصار لو سمحت عندك نص دقيقة لو سمحت. نعم أنا شو نريد إحنا من العراقيين؟ نريد العراقيين كلهم يتحدون نعم. مو سياسيين وإنما العراقيين نعم العراقيين نريدهم يتحدون مو سياسيين. أنا أشكرك يا أبو حسام من بغداد شكرا جزيلا للمشاركة. رسائل سريعة حقيقة ما نقدر نقرأها للأسف، لكن هي فيها انتقاد واضح لما يحدث داخل العراق من تصرفات هذه الميليشيات المصطنعة أو الشعارات الوهمية التي يرفعونها ويحاولون بها إيهام الآخرين بأنهم مناصرون للقضية الفلسطينية في وقتهم يقتلون العراقيين أبناء بلدهم يوميا في الداخل العراقي. مشاهدينا الكرام وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.